في حي ريفي بسيط غرب مأرب، تخطف الألغام حياة العديد من الأطفال باستمرار وتسلب فرحتهم باللعب. ألغام على شكل لعب تضعها ميليشيات الحوثي داخل الأحياء السكنية، وكأن الهدف منها حصد الأطفال والنساء للجنود، فالجنود إطارهم ليس بلعب الأطفال. الطفلان نصر الله فرحان وناجي من أهالي حري بنهم نزحوا إلى بئر أبو لحمة بمجزر غرب مأرب قبل أشهر للبحث عن حياة آمنة. ومع هذا فالميليشيات قد استقبلتهم بالمنطقة بمئات من الألغام المزروعة تحت التراب ومختلف الطرقات. انفجر بهم لغما كان يحاولان معرفة ما داخل هذه اللعبة بعد العبث فيها مرات عدة، محولة ضحكاتهم إلى أنين وصراخ. الساعة 10 وقد احنا ضاويين بالغنم، فحصلنا حاجة لغب، دقينا دقها ناجي دقة واحدة وأنا دقيت تمرتين فنفخنا، بعدين ما فقدناش الوعد، ساينا بكل واحد ساعة بيته وربطونا، وقالت لي أصابة أنا بيدي وفخذي ورجيلي، وناجي وقالت لي أصابة فخذها ورجيله. لم تعرف براءة الأطفال أن اللعب بهذه الأشكال تحول حياتهم إلى موت محتم أو إعاقة ترافقهم طول حياتهم، مسببة معاناة نفسية ربما تصل إلى زمن طويل. لا كانت اكتفت برعي الأغنام والتخلي عن اللعب المؤذية لحياتهم، فوسيلة القتل التي تضعها الميليشيات تستمر بخطف الناس من تحت التراب. فنصر الله ورفيقه لم يكونان الأول والأخير من ضحايا الألغام في مأرب. نحن مروحين وعين ناجي ودققنا وقرح بناء في جنب هذا جنب تبوحو. تحيط الألغام منازل العديد من السكان في منطقة مجزر ومناطق أخرى، ولا يزال الموت والبتر وانفجار الألغام يتلألأ بمأرب بشكل دوري حتى في مناطق مر بها فريق الألغام. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة مأرب.